سيد رؤوف تسكن هناك، هل تريان البيت الكبير فوق التل؟ إنه هو. أهلا سيدتي. صباح الخير، ماذا تريدان؟ صباح الخير. هل من خدمة أقدمها؟ عفوا، هل توجد هنا سيدة اسمها سلمى رؤوف؟ نعم، لا تدخلا قبل السماح لكما بالدخول. ماذا؟ من فضلك، أنا ابنة السيدة سلمى رؤوف، واسمي حنان، أرجوك أبلغيها ذلك. ابنة السيدة سلمى؟ ولكن السيدة سلمى في الخارج الآن، أرجوكما افتح الطريق لسيارة السيدة الكبيرة. السيدة الكبيرة؟ يمكن أن تكون جدتي؟ جمان! سيدتي؟ ما الذي يحدث هنا يا عزيزة؟ أنا آسفة سيدتي، لقد حاولت الفتاة دخول البيت دون استئذان. حنان؟ لن أذهب للخارج اليوم. صورة تبقى الأصل عن سلمى. أرأيت؟ إنها حنان، أنا متأكدة. وأنت؟ اسمي حسان شريف. لقد رافق حسان حنان إلى هنا، والآن تعالي يا حنان. إنها بالفعل حنان، ابنة الغالية سلمى. أنت جدي؟ حنان، كما أنا سعيدة لعودتك حنان. لكن ما هو الدليل الذي يثبت أنك حنان؟ إنها حنان بالتأكيد. لا يمكن التأكيد على ذلك، فربما كانت خدعة يمارسها فريد. كيف تقول ذلك؟ ألا تعرفين ما يفعل؟ فمن الممكن أن يكون قد استخدم حنان. لا تتحدث بهذه الطريقة عن أبي لقد. السيد فريد قد مات. ماذا؟ أردت أن أنقل كلمات أبي الأخيرة لأمي، لقد قال إنه ظل يحبها طوال حياته. حنان، أين أمي؟ أرجوك قولي لي أين أمي. ألا تمهلين بعض الوقت؟ أعرف ذلك جيدا. أنا لم أقل إنني مساء من روان. على أي حال، من المهم جدا ألا تدع الفتاة ترى سلمى أبدا. كم مضى عليك من وقت قبل أن تلتقي بأمك؟ هيا أخبرني يا مبروك. تفضل معي سيد حسان، إنهم يريدونك. تصبحين على خير جمان. شكرا. أريد أن أرى يا حبي الوحيد، يا حبي البعيد البعيد، يا حلما جميلا وحبا وحيدا، يا حلما بعيدا. أغنية جميلة. أريد أن يا إلهي، إنها هناك. حبي الوحيد، إنها أمي. يا إلهي، إنها أمي، أمي. أنت حنان؟ آسفة أمي. إنه شاي الصباح المفضل لديك. شكرا لك يا حنان. ترى ما الذي يحدث؟ حنان؟ من حنان هذه؟ أنا حنان؟ أنا؟ أوه.
دقيقة من فضلك يا أمي، أعتقد أنك قد فوجئت. اسمي الحقيقي روان. حسنا، سمعت عنك من الخادمة عزيزة، لكن أمي تعتقد أنني حنان الحقيقية. ذاكرتها ضعيفة كما تعلمين، لكن إضافة إلى أنها تعاني من مرض في القلب، إذا عرفت أنني لست حنان الحقيقية فإنها ستنهار. لذا أرجوك راعي ظروفها الصحية ولا تكشفي لها عن نفسك. إذا حدث لها شيء لا سمح الله فأنا لا أعرف ماذا سأفعل. أمي، أمي، إنني هنا، إنني قريبة جدا منك. كم اشتقت إليك يا أمي. أنا حنان ابنتك، ابنتك. أو أبي، هذا أنا. أجل، لقد فوجئت حقا بهذا. ماذا ستفعل من الآن فصاعدا؟ أنا لا أريد أن أرى ما فعلناه ينهار. على أي حال ستكون الفتاة مصدر إزعاج. فعلا. حين افترقت سلمى عنك بعد حادث الطائرة فقدت أي رغبة لها بالحياة، ولا أدري إن كانت سعيدة أم لا، لكن ذاكرتها أخذت تضعف. ثم تبنت روان التي كانت في مثل سنك على أنها حنان، ومن ناحية أخرى بدأ المرض يغزو قلبها. آسفة لأنني أخفيت ذلك. حنان، ما الذي يجري؟ لا أعرف. ها؟ من أنت؟ أنا الآنسة حنان رؤوف. ماذا؟ أنت روان. أنت تعرف إذن؟ حسنا، سوف أخبرك بشيء. من الأفضل لك أن تكون معي. اتركيني. اسم أبي رائد نزار، وهو رجل مسؤول كما تعرف. إذن ماذا يعني ذلك؟ سترى ذلك فورا. ها؟ جمان، ما الذي تفعلينه؟ حسان، من الأفضل لي ألا أبقى هنا. على كل، الأمور هنا تبدو غريبة. لم لا تنتظرين لنرى ماذا يجري؟ سيدي، سيدتي، يا سيدة سلمى في خطر. أمي حنان، لا تخافي حبيبتي، أنا بخير. أصيبت بنوبة خفيفة نتيجة البرق، لكن لحسن الحظ. مسكينة حنان، يوجد أحد بالباب. ها؟ لا، لا أرى أحدا. أنا أرى. اتركها الآن أرجوك. لا أستطيع أن أفعل ما أريد طالما ظل هنا. حسنا يا أمي، دعيني أحضر لك شايك المفضل. شكرا. ساعديني عزيزة في الحال. من العار أن أتخلى عن أمي وهي على هذا الوضع السيء. جمان، جمان، قرر، جمان، جمان، ما بكي؟ أمر مرعب. من الذي حاول الاعتداء على حياتها؟
من الذي يجرؤ على عملك هذا؟ لقد طلبت الطبيب أن يأخذها للغرفة سيدي. لم يكن هذا ليحدث لو أنني لم أمنعك سيدي من إيقافها. من هناك؟ هل هناك أحد في الطريق؟ أنا شديدة الأسف سيدتي. هذا أنت عزيزة، لقد سمعت صيحة فتاة، هل حدث شيء؟ لا لم يحدث شيء. أكيد. أرجوك سيدتي، هذا يضر بصحتك. من المخجل أن ترتكبي هذه الحماقة عزيزة. آسفة جدا. حسنا، والآن تصرفي كالمعتاد ولا تدعي أحدا يشك بك. حاضر. وصل المشهد إلى نهايته. كيف تشعرين سيدتي؟ حالتي أفضل الآن. أوه، ماذا الصوت؟ طائر جميل. طائر. على أي حال نطلب من رائد أن يتزهور. لكنني لا أعرف ما حدث للآنية ومن الذي ألقاها ولماذا. سأذهب لأرى حنان. سكوزا. Per cosa? Tu non hai proprio niente da farti perdonare. Avrei dovuto proteggerti. Sono io che dovrei chiederti scusa. Ti creo sempre tanti problemi. Puoi perdonarmi. Hollandi! Ciao. Devo parlarti due parole in privato. Che diavolo vuoi? Ti sembra il momento giusto? Caspita, come sai essere rude. Non me ne importa un fico se cosa sta soffrendo. Ho capito, ci sei tu dietro questa storia. Ti aspetto di sotto in giardino, intesi? Landy, cosa c'è? Niente di importante, sta tranquilla. أهلاً، أهلاً. ما الذي يجري يا حسان؟ لا شيء. هل تقومين على خدمة جمان لدقائق؟ بالتأكيد. ما الذي تريدينه مني؟ هل تعرف رياض محسن؟ أولاً عليك أن تجيبي على سؤالي. لقد أفزعتني. حسناً، أحب هذه النظرات. أنت تعرف أن السيد رياض محسن من أشهر تجار السلاح. وما دخلي بذلك؟ ستعرف الآن. على أي حال، أبي يحصل على كل ما يريد دائماً، لذا من الأفضل لك أن لا تعاندني وأن تكون لطيفاً معي. ما الذي تريدين قوله؟ أوضحي كل شيء. دائما متسرع وهذا يعجبني. تلك الفتاة سوف تطرد من البيت. أما أنت فستبقى هنا، فإذا قبلت فلن أعرض حياتها للخطر، أعدك بذلك. أي مخلوقة أنت؟ اسمعي، لن تستولي على القلوب بالقوة. حسنا، سترى يا حسان. انتظرني. تعالي واستريحي قليلا. سلمى. ما الذي جاء بك؟ هذا الطائر جاء فجأة إلى غرفتي ولا أعرف لماذا، وقادني إلى هنا. عزيزتي، أنت هنا. آسفة على دخول المفاجئ عندك. كيف أنت الآن؟ أنا سلمى. مع أنها قريبة جدا مني الآن، إلا أنني لا أستطيع أن أقول لها أمي. هل أنت مريضة أو مصابة؟ إني أشم رائحة دواء. أمي، ماذا بك؟ هل تشعرين بألم؟ لا تكوني رقيقة جدا معي أمي، أرجوك.
سلمى أن تتركين جمان، أن تتركين جمان لترتاح، أنت أيضا بحاجة للراحة. فعلا. معذرة يا جمان. ادخل. عفوا سيدتي. ماذا؟ سلمى لحظة من فضلك. ها هو يا أبي حسان. أنت حسان، يبدو أن ابنتي معجبة جدا بك. رائد، يبدو أن الأمر وصل إلى نهايته. كنا نتوقع أن كل شيء سيكون رائعا، لكن حصل ما هو غير متوقع. ماذا تقصد؟ لما أقدم لك المساعدة مع أنك لست صديقي أو قريبي؟ السبب في مساعدتي وإرسال روان إلى هنا أنني أريد أن أكسب هذه العائلة. رائد. يا إلهي، لما تريد أن تكسب العائلة؟ لاسمها. اسمها؟ كي تكون لي مكانتي في هذا العالم الذي لا يعترف سوى بالعائلات الكبيرة، كان لابد لي من عائلة كبيرة. كبيرة؟ أجل، إن عائلة رؤوف من العائلات المشهورة والكبيرة. بالتأكيد. رائد، كان يجب أن تنظر إلى أعماق شخصيتي. أنا تاجر أتعامل بالسلاح، يسمونني تاجر الموت. أليس من المضحك أن يرتبط اسم تاجر السلاح باسم هذه العائلة الكبيرة؟ رائد، جعلك من مخلوق القذر. وماذا تريد منا أن نفعل بالضبط؟ أولا وقبل كل شيء، أريد أن تطردوا حنان الحقيقية. السيدة سلمى، أرجوك دعني أرى الفتاة التي تدعى جمان. إذا ذهبت بعيدا عن هذا البيت فلن يصاب أحد بأذى، لكنني لن أستطيع أن أنقل لها رسالة والدي. يا زهرة الجبل. توقفي. لا، دعها تغني. تلك الأغنية أعتقد أنه صوت الآنسة جمان. زهرة الجبل. يا زهرة الجبل، يا أرض الأزهار، إليك لم نزل نبوء بالأسفار. سيدة سلمى. جمان. جمان. حسان. حسان، اعتني بأمي. وهكذا رحلت جمان عن البيت دون أن تتاح لها فرصة واحدة لأن تقول لأمها الحقيقة، فقد أرادت أن تنقذ عائلتها من المصيدة التي ينصبها لها رائد تاجر السلاح. ومع أنها كانت في مواجهة مصاعب كثيرة، إلا أنها كانت تفكر بحسان الذي تركته خلفها.